والآن مع كلمة الأمين المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط جناب القس رفعت فكري. صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، أصحاب النيافة الأجلاء، الأحباء الرعاة والخصوص، السيدات والسادة، يسعدني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط والأمين العام للمجلس الدكتور ميشيل عبس أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني على محبته وكرمه لتدعيم روابط المحبة بين الكنائس المختلفة، وقد ظهر هذا جلياً في استضافتكم الكريمة للجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتي عقدت في مايو الماضي لأول مرة في مصر في مقر لوجوس البابوي بوادي النطرون منذ أن تأسس المجلس عام 1974. فأنتم يا قداسة البابا لا تمتلكون قلباً واسعاً فحسب، ولكنكم تمتلكون قلباً كبيراً بلا جدران يتسع للكل، وكذلك حباكم الله بعقل منفتح مستنير متسامح يقبل التنوع والتعددية، لذلك نلتم احترام الجميع وتقديرهم بدءاً من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحتى جموع المصريين من مسلمين ومسيحيين. ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير الذي لعبته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تدعيم روح الوحدة وتنمية العلاقات المسكونية، فالكنيسة الأرثوذكسية كانت من أوائل الكنائس التي شاركت في مجلس الكنائس العالمي في جنيف في سويسرا أيام المتنيح البابا يوساب الثاني، واستمر العمل المسكوني أيام المتنيح البابا كيريلوس السادس والمتنيح قداسة البابا شنودة الثالث الذي عمل على تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت، وكذلك عمل قداسته على تأسيس مجلس كنائس كل أفريقيا في نيروبي في كينيا، وقبل نياحته بشهور قليلة بدأ مشاوراته وإعداده لتأسيس مجلس كنائس مصر، وافتتح المجلس بعد نياحته بنحو عام في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني الذي نصلي أن يحفظه الله ذخراً للكنيسة والوطن. ونحن في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في هذا العام نتحدث عن فعل الخير، نتذكر سؤال الرجل اليهودي المتعصب الذي سأل المسيح من هو قريبي. لقد كان يظن هذا الناموسي اليهودي المتعصب أن قريبه هو فقط من يدين بنفس ديانته أو من يعتقد بنفس معتقداته، ولكن السيد المسيح بسرده لمثل السامري الصالح أكد لهذا اليهودي المتعصب ولكل متعصب أن قريبي هو كل إنسان أتقابل معه في رحلة الحياة، وعلى المسيحي الحقيقي أن يصنع الخير والرحمة مع كل إنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو معتقده. إخوتي الأحباء، إن التعصب هو آفة الآفات المدمرة للعقل الإنساني، وهو مرض بغيض خبيث يتسبب في تدمير المجتمعات الإنسانية، وهو يميت التواصل والحوار، وحين يموت الحوار تنطلق الحراب، وعندما يتفشى التعصب تتكلم البنادق وتحفر الخنادق وتستباح الدماء. فليحفظنا الرب من هذا المرض الخبيث اللعين، ولنتيقن أننا بالفعل في وحدة إيمان، فمسيحنا واحد وكتابنا المقدس واحد وإلهنا واحد، فنحن جميعاً نؤمن بالإله الواحد المثلث الأقانيم، ونؤمن جميعاً بألوهية المسيح، نؤمن جميعاً بالصليب، نؤمن جميعاً بالقيامة وبمجيء المسيح ثانيةً. وإن كنا نختلف في بعض الأمور غير الجوهرية فهذا شيء محمود وإيجابي،
لأن هذه هي سنة الحياة، وعلينا أن نؤمن بحق الاختلاف لأنه حق أصيل من حقوق الإنسان. في عام 1627 حث أحد اللاهوتيين الألمان المسيحيين بعد حرب 30 عاماً، ودي كانت حرب دينية وحرب معتقدات، حث أحد اللاهوتيين الألمان في أوروبا بعد حرب 30 عاماً حث المسيحيين على الوحدة، فقال لهم: في الأمور الجوهرية وحدة، وفي الأمور الثانوية حرية، وفي كل الأمور محبة. فهكذا علمنا المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض من القلب. إخوتي الأحباء، إذا أردنا أن نكون نوراً لهذا العالم، إذا أردنا أن نكون ملحاً لهذه الأرض، فلا بديل عن حياة الحب. فنحن خميرة الحب في العالم، وإن فقدنا محبتنا لبعضنا البعض فإننا نفقد قوتنا الأخلاقية. وعلينا أن ندرك أن النغمة الواحدة لا تعطي لحناً جميلاً، وأن العصفور الواحد لا يصنع ربيعاً، وأن الزهرة الواحدة لا تصنع بستاناً. والرب معكم.